شو واسع بحاله شو قلبه قوي قلبي من جماله. كيف طالع امي؟ لك اما مي على بدها تاخذك لك ابني؟ قربك امي لساوي لك قبة القميص مو شايفها؟ امي نزلي ايديك هلا بتصير ريحة دوم بصل منك. امرك ابني. امي شوفي انا اليوم عندي حفلة كبيرة بالشغل تمام؟ راح اتاخر يكون بعلمك. خدني معك لك ابني. اخذك معي؟ بوشك هاد بعينك هاي؟ شوفي حالك شو مشوهة؟ بدك تسويني مسخرة قدام رفقاتي بالشغل؟ ماما نسيتي كيف كانوا رفقاتي يعايروني فيكي بالمدرسة؟ ما هرجعتك معي. أنا رايح ويمكن أتأخر بالليل، لا تستنيني. يا حيف عليك يا أبن بطني، الله يسامحك. أهلين يا ابن العورة. عادل وينك لهلا؟ عم بستناك بالمكتب محل ما قلت لي. والله يا محمد انا ما خرجت لعندك اليوم. خلص انت حول المستشفى حسابي وانا بخبرك شو تعمل. ايه تمام، بس هيك انا بخبرك مره الجاي ونشوف بعضنا. هذا اللي طلع معك يا عادل؟ ايش فهم محمد؟ معقول ما تسخفيني؟ نحن فاتنا عن زمن الجاهلية يا زلمة. عادي عادي، لا شوفوا اخرته معك. والله عن جد عن جد محمد كب المزح. كيف امك العورة؟ عادل وبعدين معك انت؟ يا ريتني مالي ما ارفعك على امي ولا اسمع منك هالكلام. ايش فك يا زلمة عم نمزح معك؟ فورا قلبت جد؟ عادل هذا مو مزح، وبتعرف مين بحب المزح بهالطريقة. على كل خير ان شاء الله، ما في مشكلة. ماشي ماشي يلا سلام. اوه تأخرت على آية. وينه هلا وينه؟ اوه هي وصلت المصاري. الله يكتب من امثالك يا محمد. يا هيك الرفقات يا بلا. السلام عليكم محمد. انتهي عادتك ما بدك تطلع؟ هل لحتى اجيت؟ ايه سامحيني كان عندي موعد مهم. هلا قولي لي شو الموضوع المهم بدك تحكي معي؟ محمد انا اكثر من هيك بعد اقدر اتحمل. اهدوا الخبول لابن رفيق بابا وانت مكانك راوح ما عم تعمل شيء. ايه كيف ما عملت شيء؟ ما انا صار جيت اكثر من مره لعندكم وطلبتك من اهلك بس اهلك عم يرفضوا بسبب شكل امي. محمد انا اللي عندي حكيت لك اياه. لك يا محمد لك اترك امك تعيش بمستواها ونحن نعيش بمستوانا. عاش تعب قلبك وتعبني معك. طيب يا ايه هي امي. طيب مالك موافق؟ ما في مشكله، خلي كل واحد يروح بحال سبيله ولا تفكر حالك محور الكون. سيو يا ابن الماما. يا آية طولي بالي خلينا نحكي. يا آية طولي بالي خلينا نتفهم. أحمد رجاء لا تلمسني، من هاي اللحظة كل شي بيني وبينك انتهى. وخلي أمك العارة تدفعك. ليش يا الله ليش ليش ليش؟ إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن. يعني والله ماله بالعادة يتأخر لهالوقت، شو صاير معه هاد؟ يا الله يا ابني وينك؟ حبيبي ليش تأخرت ماما؟ تليفونك ليش مسكر؟ صاير معك شي؟ ولي علي ليش هيك لونك مخطوف ومصفر لك امي؟ سواري رح جيب لك كاسة مي. تفضل ماما. بدك ايه اشرب مي من ايديكي؟ ان شاء الله صحتين. شايفه هالمي؟ انا لا مي ولا اكل ولا معيشة معك ما بدي اعيش. طلب الوحيد منك انه تعيفيني تطلعي من حياتي. انا ما عاد بدي اياكي، انا الناس كلها صارت تعيرني فيكي، لك البنت الوحيده اللي حبيتها في حياتي تركتني، اليوم عافتني وراحت،
رفقاتي بروح وبجي بعيروني فيكي. خلاص انا ما بدي اياكي، انا هالعيشه اللي معك ما بدي اياها. ان شاء الله يا عمي، ان شاء الله يا حبيبي، طول بالك. بعدي قدامي، بعدي قدامي، انا ما بدي العيشه معك. الله يهديك يا ابني، الله يهديك يا ابو بطني. شايفه الوجه؟ ما عاد تشوفي. الله يسامحك، الله يرضى عليك. حبايب يا ضنا يا انت يا احلى غنوه في دنيا حلوه. لك أكثر من شهر ما حاكيتني ولا شفتك، والله اشتقت لك. شوف عادل، انت نصبت علي المصاري وما بترجع لي اياهم، وانا هدول المصاري شير فيهم بيضاع للناس. يا عادل اذا تضل هيك تعاملني بهالشكل رح تتغير معاملتي معك ورح تشوف وش ثاني. ها لك يا سيدي، اعمل اللي بدك يا وعلى ما بخيرك الكبو، واذا بطلع بايدك لا تقصي. ماشي يا ابن العورة. ابن العورة؟ يا سيدي انا بدي اورجيك ابن العورة شو بدي اعمل فيك. ماشي يا عادل، ماشي ماشي. دكتور شو شايف في حالك اليوم؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله دكتور، احسن الحمد لله. يلا اليوم نفك الشاش، انت جاهز؟ جاهز ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دكتور هدي 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 هدي. ما احسن فتح 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 فتح. ما بتنفتح معي دكتور. شو هدول؟ 5 دكتور. عدد لي شي بالغرفة. في خزينة، في تخت، في طاولة. الحمد لله على السلامة، عمليتك الحمد لله نجحت. الحمد والشكر يا رب، أحمدك وأشكرك يا رب. دكتور ممكن أعرف مين تبرعلي بعينه حتى اروح اتشكره؟ ريح لي حالك هلا، ما لازم تبذل مجهود، ومع الايام رح تعرف مين تبرع لك. حدا اجى من رفقاتي سال عني؟ مع الاسف ما حدا اجى سال. ما بستخرم، هدول الناس اللي كنت عندهم مثل اخواتي. اخ يا دكتور، لسه البنت اللي كنت مقرر اتجوزها واساويها ام ولادي وينها؟ راحت. ليش؟ بس لانه امي عوره، كانت دائما تسمعني بعورة أمي. طيب دكتور بدي أسألك، أمي إجت شي لهون؟ سألت عني شي؟ عندك أم الله لا يحرمك إياها. الله يسلمك يا رب. دكتور اليوم مناسبة عيد الأم، وأنا لازم أروح أتشكر أمي على كل شي عملته معي بحياتي، لأنه شو ما عملت بكون مقصر معها، وأنا كثير مشتاق لها، وأكيد هي مشتاقة لي مثل ما أنا مشتاق لها. إمتى فيني أطلع دكتور؟ رح أضل هلا عنا يومين ثلاثة للمراقبة، بس لنطمن إن شاء الله نجحت العملية تمام، وبعدين ننطلع. طيب ماشي دكتور، الله يعطيك ألف عافية يا رب. يلا عليك العافية إن شاء الله.
يا من جاء قطعت مني، بل كان كل كلي. حبيبي بدي اقول لك سر ما كنت راضي احكي لك اياه من زمان، حتى ما تحس بالذنب. ماما محمد، انت انولدت وعندك مشكله بعينك اليمنى، وكان لازمك زراعه قرنيه او عينك بتفقد البصر. كنت كتير تجيني تبكي انك مانك شايف منيح، والولاد الصغار عم يتمسخروا عليك. انا يا عمري تبرعت لك بقرنيه عيني، وبعدها عيني تشوهت، والكل كانوا يتمسخروا عليك ويعايروك بامك العوره. بس انا ما كان يهمني، لانه طول ما انت بتشوف بعيونك انا رح شوف كل الكون يا روحي. وكنت اتحمل كل انتقادات الاخرين، حتى انتقاداتك، بس ما كان يهمني مدامك بخير يا امي. اليوم عيد الام وما اجيت عايدتني، حبيت انا هالمره عايدك يا امي واهديك عيني التانية. مو مهم بطل شوف، مهم انت تشوفني، لاني انا بشوفك بقلبي. دكتور دكتور دكتور، امي عملت العملية هون صح؟ ايه صح. دكتور خليني اشوفك كرمال الله، والله اشتقت لك كثير. المشكلة يا محمد انه الانسان ما بيصحى لحاله غير متأخر. دكتور شو قصدك؟ شو بتقصد بكلامك دكتور؟ امك من شوي عطتك عن نفسك، دعي لها بالرحمة والمغفرة، انا لله وانا اليه راجعون. دكتور امي ماما 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 ماما